وملائكته وكتبه لمحافظة بازا مسك التسليم. كلمة ترحيبية تكون باسم كذلك العمل على بلوغ 15 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات. المترشح حر عبد المجيد بون قال باللي يعني المعاومات الاجتماعية يعني سوسيال فيما يخص السكن فيما يخص عدة أمور هي بالنسبة للدولة الجزائرية أحمر. كذلك يراهن المترشح عبد المجيد تبون على تخفيض على مواصلة رفع القدرة الشرائية للمواطن من خلال تخفيض الضرائب ورفع الأجور و الاستشراف يعني في حدود 100 ألف 2027 الزيادة توصل حتى 100%. أتكلم سيد المترشح في البرنامج تاعو على كل حال راهو يعمل على البلوغ 400 مليار دولار من إنتاج داخلي الخام يعني 400 مليار دولار من الناتج الداخلي الخام لتحقيق انتقال الجزائر إلى دولة ناشئة. كذلك العمل على بلوغ 15 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات نهاية 2025 وبلوغ 30 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات قبل نهاية 2030. تشكرات خالصة إلى السيد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني على هذه المداخلة القيمة. أنه كان عندنا مناجم أننا نحن اليوم في يوم الثالث من حملاتنا الانتخابية انتقلنا فيها من أقصى الجنوب حيث رأينا المشاريع ثم مشروع التكامل بين الجزائر وبين موريتانيا بفك الطريق من تندوف إلى الزويرات وعلى حساب خزينة شركات عمومية وبناء منطقة حرة في تلك المنطقة يتكامل فيها الجزائر مع الجزائر مع الموريتاني والموريتاني مع المالي والمالي مع النيجر وأبناء الصحراء الغربية. إنه رجل استشرف مشاريع عظمى تعود بالنفع على الأمة الجزائرية.